منين انت؟ من الجولان. حياك الله ومرحبا. انت من سوريا من ادلب؟ اهلين يا حلين. يقول قربان اهلين محمد. حياك الله. منين من بيك؟ بعد شوف من غير تطوال. طفي سكارتك. طفي سكارتك. طب ايوه خلاص تفضل. ايوه ما يصير هيك. من اطوال انت؟ ايه والله؟ شيخ نضال اعقل له كمشتو. هذا هو خيو وابو علاء وابو احمد والشباب هنا وعمي خالد كلها الشباب روعكين مو؟ ايه البني عصيد كلهين؟ كلهين. ها؟ شنو مطربكم المفضل؟ والله ما محمد الموسى. ايه مو؟ حي الله اهلا وسهلا. ايش قصر لك هين؟ ان شاء الله سنه. سنه؟ شو رايك بالمانيا؟ يعني زينه. زينه ها؟ ايه متى تروح اطوال؟ يعني شغله سنتين. عايش إيه. ما شاء الله عندك هدف. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. احنا موجودين هنا. انت متابعني؟ يعني شلون يعني؟ والله حسابيات جديده جبته من ممتاز. يعني شو اسوي فيه ودي؟ اطوال دشر لي تليفونك. أم عظام الدوشان الحمام الياسطي لا يا عقتلك. ها الحصان. الحصان جاب عليك. الحصان قريب. الحصان قريب عليكم؟ ايه يا ما قريب على اطوال. إيه والحيه وخرفان وينها؟ الحيه وخرفان و إيه. وغرى شنو اعدل لك يعني؟ اعدل لك اياها؟ لا خلاص. طيب اوكي. طيب اللهم صل على النبي خيو. اللهم صل على سيدنا محمد. شناوي تشتغل هنا انت بالمستقبل؟ والله ما اعرف. يمكن حلاق. ايه ايوه حلاق. طيب ليش حلاق؟ هوايتي بيها. يا رب ان شاء الله الله ييسر امرك. طيب اهلك من هنا راح يشوفونك صح؟ ايه. ها ايش قد صار لك ما شفت امك؟ سنه. شو نقولها من هنا؟ شو نقول امك؟ شو تقول؟ شو توجه لها رساله؟ الله يجمعني بيكم. الله يجمعنا معك وان شاء الله باسرع وقت. باسرع وقت ان شاء الله يا رب. وان شاء الله هيك كلكم تجون تسوي لهم شم نمل. لا والله شم نمل لا ما عندكم شم نمل. لا ان شاء الله الله يجمع. ما عنده شم نمل. هذاك عنده شم نمل لازم نجيبه ونشم له نمله. خيو شو نقول له لبني عصيد من هنا؟ الله حي. يقول له الله حي الشباب. الله حي بني عصيد. الله حي بني عصيد كلهم. كلهم شل عقله كويس. وتحياتنا لابو علاء من هنا صديقنا العزيز وخالد ابو احمد كل الشباب الموجودين. وحياتي لكم ان شاء الله حياتك تكون سعيده. شو نقول اخر كلمه؟ طافي علاوي. راح. اهلا وسهلا. شو اسمك؟ يا هلا والله. اسمي نهاد. انا نهاد. نعم اهلا وسهلا نهاد. يا هلا والله خالد. كم صار لك في المانيا؟ صار لي تقريبا 11 شهر. 11 شهر. شو رايك بالمانيا؟ والله بيعطيك سلبي وبيعطيك ايجابي. بس ليش يعني... انت ليش تحكي مثل لهجه الاكراد تقريبا؟ ما بعرف. ها؟ ما بعرف. انت كنت بتركيا وجيت على ايه؟ تميت في تركيا تقريبا 3 سنين وبعدين جيت لهون على قد ايه عمرك؟ عمري 16 سنة. 16 ثلاث سنين بتركيا وصار لك تقريبا سنة بألمانيا؟ ايه يعني 4 سنين 16 يعني 12 سنة طالع انت 11 12 إيه. سنة طالع من سوريا. نهاد انت اليوم صار لك هنا تقريبا شي سنة. انطيني السلبي والايجابي لو سمحت. السلبي انه الواحد لما بيكون تحت السن القانوني فبتكون حياته شوي صعبة انه في شغلات ما بيقدر يعملها. مقيد. ايه مقيد. اما لما كنت في تركيا شو بدك تعمل شو بدك وين بدك تروح وين بدك تطلع. اما هون مثلا تحت السن القانوني لازم تكون بكير بالبيت، لازم يعني تتبع القانون، لازم تعمل كل شيء. وهذا يعني انا بالنسبة لي كثير زفت يعني. طيب انا وطيب والايجابي ما قلت لي؟ الإيجابي إنه الواحد عنده يعني الفرص هون يعني بالمستقبل فيه يعمل اللي بده إياه. بس هذا الشيء كمان بيطول، ولأنه هذا الشيء كمان بيطول معك مدة كبيرة فبتلاقي حياتك شوية مشاكل شيء أشياء بتدمرك لحتى توصل للشيء اللي بدك إياه. صحيح. طيب نهاد أنت صار لك هون اليوم سنة مثل ما قلت. يا سيد نهاد أنا راح أسألك سؤال. تفضل. أنت كيف معلوماتك الرياضية؟ شلون يعني؟ معلومات الرياضية عندك؟ معلومات الرياضة عندك إيه. عندك اطلاع رياضية؟ إيه. تابع مباريات؟ إيه أكيد. مين لاعبك المفضل؟ دون رونالدو. ليش رونالدو؟ ليش مو ميسي؟ ميسي بتحس العالم كله يتشد معه وهو ما بيعطي الفرص الكاملة. اما رونالدو بحارب كثير علشان الفرق ومثل ما قال مدربه القديم لما بيحتاجه الفريق بيظهر بالاوقات الصعبه. طيب انت تتوقع جمهور رونالدو كم لايك يحط لهذا الفيديو؟
مليونين لايك مليونين لايك. لا مرحبا فيك، شو اسمك؟ عمر. حي الله عمرنا. الله يسلمك. وانت من الجولان كمان؟ شو اسمك؟ عبد الله. حي الله عبد الله. عبد الله اهلا وسهلا بعبد الله وعمر، شو قاعد تسوون هنا؟ والله كنا بدنا نحضر المباراه. ايوه قال في عاصفه رعديه. بالله؟ والله طب خلينا ندور حساسه بالاخر. بالاخير يعني والله ما قصر. ايش قصرك بالمانيا انت؟ والله صار لي اللهم صل على محمد 8 شهور تقريبا. 8 شهور، شو رايك بالمانيا ب 8 شهور؟ منيحة الحمد لله. زينة ها؟ زين أحسن من غيره. منين من الجولان أنت؟ من القنيطرة. ايه. طيب عدل لي ايش 5 مناطق قريبة عليك؟ قنيطرة ولا من مكان سكنك؟ قنيطرة؟ ايه. عندي كصيبة، تينا، نبع الصخر، السويس، عندي جاسم. ومن المفرق جاسم لصنميني ونوى وطفز وطفز وازرع الله حيك كلياته. طبعا هذن ازرع وابطع ومدري شو كلن كقرى درعاويه وليس فعل امر يعني مش تعرفونه. طيب اكتبوا لنا بالتعليقات خيو اللهم صل على سيدنا محمد. احنا مره لا ما راح نطيل الحديث، راح نسالك سؤال اخير اليوم. احنا في درعا هلا او في القنيطره راح يشوفونك، شو نقول لهم منين كلمه؟ الله يصبرهم والله يفرجهم. اللهم امين. شو نقول لابوك وامك منين هلك؟ الحبيبة الله يحميهم ويطول بعمرهم يا رب يا رب. والله خليني اياهم يا رب وخلي امهات وبهاد الشباب كله يا رب. والله يصبر اهل الشباب. الغربة صعبة والله. صحيح. والحمد لله. الحمد لله. ايوه واحد يقول الحمد لله. عشت يا ابو عمير، الله يعطيك العافية وشكرا. شكرا لك. شو تقول للحبايبة من هنا؟ الحبايبة؟ ايه استفضحنا حبيبة. ها خلاص انت قولها من هنا خيا ولا اتصل. ها عاد شو تقول اسمها ما تعلم اسمها حبيبة؟ ايوه اسمها خيو. انت قول وحده انت اسمع انا اقول لك شلون. الله يخليها كلها. الله يخليها كلها. طفي معلم حبيبي.